نحن نقيم هذه تقوم المناسبة هذه معرض الكتاب متزامنة، الذي يعتبر معرض الكتاب هو دعاة الفكر، دعاة الحياة، نبض الحياة، بينما الحوثيين في هذه الأثناء يشنون هجوما على محافظة مأرب لقتل الناس. نحن مشروع حياة في محافظة مأرب. واجهتنا كثير من الصعاب في إقامة مثل هذا المعرض الذي أردنا من خلاله أن نظهر للمجتمع المحلي والمجتمع الخارجي بأن مأرب هي أصل الحضارة، أصل الثقافة، أصل الفكر، أصل التقدم. الآن يوجد ما يقارب 21 دار اللي مشارك في هذا المعرض الرائع، أكثر يعني من 800 ألف كتاب موجودة اللي في المعرض، وهذه كلها أنا أعتبرها ثروة يعني لم تحصل إلا من قبل.